أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lalu alhamdulillah, insyaAllah kita mulakan dahulu seperti biasa dengan istighfar. Ungkapan mulia, kita sediakan hati kita, jiwa kita, kita bersihkan dahulu bekas hati kita itu dengan istighfar. Lalu mudah-mudahan ianya doa adalah doa yang bukan sekadar dibaca pada lisan tetapi lahir daripada hati dan dalaman. Sama-sama kita istighfar terlebih dahulu 3 kali dan kemudian kita masuk ke dalam ratib al-attas insyaAllah. Astaghfirullahalazim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومواله وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطا صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahil ladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahil ladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahil ladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم
حكيم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 على النبي سلام الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على
سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون الى الله تائبون الى الله تائبون الى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمه يا كريم يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمه يا كريم يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمه يا كريم غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سوء ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق السيد ولدي عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وموالاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'u adiyanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa auladana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa 'iyadika wa jiwarik min kulli shaytanin maridin wa jabbarin 'anid wa dhi 'aynin wa dhi baghyin wa min sharri kulli dhi shar innaka 'ala kulli shay'in qadir. اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma ya Allah, kami memohon melalui orang-orang yang dikau redai ya Allah, melalui hamba-hamba yang dikau kasihi ya Allah, melalui orang-orang yang mana dikau kabulkan permintaan dan doa mereka ya Allah, melalui keberkatan baginda Nabi Muhammad kekasihmu sallallahu alaihi wasallam. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai Zat yang lebih mengasihi akan makhluknya lebih daripada ibu kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Lidah kami terlalu banyak meminta ya Allah, namun khazanahmu amatlah luas ya Allah. Allahumma ya Allah, dikau lebih mengetahui tentang kesulitan kami, tentang kepayahan kami, tentang kesempitan kami, tentang masalah yang sedang melanda kami, daripada kewangan kami, daripada kesakitan kami, daripada kesulitan kami ya Allah. Dikau mengetahui segala-galanya ya Allah. Ya Alimam bi khalqi, wahai Zat yang maha mengetahui. Ya Khabirum bi khalqi, wahai Zat yang maha sempurna pengetahuannya ya Allah. Ultuf bina, ultuf bina, kasihanilah kami ya Allah. Wahai Zat yang maha mengasihani, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami ini adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Janganlah dikau uji kami dengan ujian yang kami tidak mampu menanggungnya ya Allah. Allahumma ya Allah, kepada yang sakit dikau sembuhkanlah ya Allah. Kepada yang kehilangan ahli keluarga, maka dikau anugerahkan kesabaran dan ketabahan ya Allah. Kepada yang terpaksa berpisah dengan ahli keluarga kerana diasingkan, dikau anugerahkan kesabaran ya Allah. Kepada yang ada masalah perniagaan, pekerjaan dan kesulitan kewangan, dikau tunjukkanlah jalan keluar ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فدرا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهزى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبي عدد تشري صحبي والحمد لله في البدر والتناهي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة
Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Li ashratun utfi bihim naral jahimil hatimah. المصطفى والمرتقى وابناهما وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمعالي خاتمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة وبنت عمران أم عيسى سلام تزلي رحمة وبآسية من أصبحت من كل هول سالمة وبحق جبريل الأمين على صحائف تامة هم خيرتي وذخيرتي في الحشر يوم القيامة وكذاك في الدنيا إذا جاءت الخطوب القاسمة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة ألطف بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ألطف بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة ألطف بنا والمسلمين يا الله من كل عين لامة ومن العدا ومن الردى ومن المصائب عامة وعليهم يا ربنا منك الصلاة الدائمة ثم الصلاة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب امام. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini apa saya kongsilah daripada apa yang saya baca dalam 25S hidup luar biasa. Lalu hari ini menarik yang mana Dok ada sebutkan dalam The Power of Salam yang mana Dok ambil daripada satu hadis yang betul daripada buku ni. Memang setiap hari saya ambil satu dua bertajuk dua poin untuk saya kongsikan dalam dalam video saya, dalam live saya. Lalu hari ni masih pada the power of salam, nampak kecil power of salam, tapi kat situ Dok ada sebut tentang satu hadis yang mana Nabi SAW bersabda bahawa kamu takkan boleh masuk syurga selagi mana tak ada kasih sayang. Maksudnya nak masuk syurga, sifat utamanya adalah kasih sayang, yang mana Dok selalu sebut tentang sejahtera jiwa, tentang the power of sayang. Tapi apakah cara nak dapat kasih sayang tu? Mungkin kita boleh nampak benda-benda yang tinggi, tapi sebenarnya Nabi SAW sebut dalam hadis, the power, apa cara nak dapat kasih sayang itu? Sabda Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in, mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu, apabila kamu lakukan, kamu boleh berkasih sayang. Dan itulah rupa-rupanya adalah sekadar, bukan sekadar, maksudnya itu adalah dengan memberi salam. Maksudnya dengan memberi salam, itu boleh mendatangkan kasih sayang, dan itu sebenarnya adalah amalan ahli syurga. Sebab antara amalan ahli syurga dia akan saling dalam surah Waqiah ke Rahman. Yang pasal salam kan. Ya, ada sebut tentang salam betul kan. Lagi satu dalam surah Yasin pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu sebenarnya salam itu adalah amalan ahli syurga. Namun kadang-kala kita nampak salam tu seperti biasa. Lalu dan yang menariknya ada satu hadis juga yang mana Nabi SAW sebut antara tanda-tanda kiamat
Manusia hanya beri salam kerana kenalan, li ajlil ma'rifah. Sepatutnya salam patut diberi kepada semua umat Islam, semua Muslim, kerana dia adalah sebenarnya salah satu rahsia untuk hidup luar biasa. Itu yang saya kongsi dok daripada daripada buku dok sebab hari ini sampai pada bab tu, the power of salam. Kalau saya boleh tambah sedikit, silakan, saya suka tambah lah. Takut dok, sebab memang buku dok pun. Sebenarnya salah satu simbolik ataupun salam ada dua perkara lah kalau saya boleh kongsikan. Yang pertama adalah keutamanya orang yang memulakan memberi salam dulu. Betul tak? Betul. Saya tak tahu hadis ke apa. Ada hadis ya? Al-Badi'u bis salam bari'a minal kibr. Orang yang mula-mula bagi salam, dia selamat daripada sombong. Cerita tu lah. Betul tu. Dia punya perkara yang pertama ni. Betul. Orang yang mampu memberi salam dahulu, dia akan sebenarnya sedang mencuci kolam jiwa dia. Betul. Sebab dia membuang perasaan sombong, ego. Bukan senang eh. Betul. Nak mulakan ini memang susah. Betul. Nak mula bagi salam ke orang ni. Yelah pada akhir, pada keadaan zaman sekarang ni. Pernahlah beberapa experience saya yang saya bagi salam ke orang. Saya mungkin ada kesilapan. Satu, bila kita bagi salam ke orang, Assalamualaikum. Orang punya jawab, kita jawab macam biasa, Waalaikumsalam kan. Atau lebih panjang. Siapa yang lebih panjang tu lebih banyak lah berkah dia kan. Sebab maksud salam tu Ustaz, nanti kita Ustaz terangkan eh? Maksud Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh kan? Maksud dia adalah sejahtera. Assalamualaikum, kita doakan kesejahteraan ke atas kamu. Itu satu. Kita doa yang kedua, Warahmatullah, rahmat Allah juga atas kamu. Dan kita doa yang ketiga, Wabarakatuh, keberkatan daripada Allah untuk kamu. Untuk kamu. Dalam satu doa, tiga yang kita doakan untuk orang tersebut. Dalam satu hadis yang menyebut, siapa yang bagi salam Assalamualaikum saja, dia hanya dapat 10. Betul tak? Kalau dia bagi Assalamualaikum, 10 ganjaran. 10 bonus daripada Allah. Betul. Kalau dia bagi lebih sedikit, Assalamualaikum Warahmatullah, dia akan dapat 20. Bonus. Betul. Ganjaran. Kalau dia bagi penuh, 3. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh, dia akan dapat 30 ganjaran daripada Allah. Bagi salam je Ustaz, jawab Waalaikumsalam. Yang menjawab pula dia mesti jawab kalau boleh lebih baik. Betul. Kan? Dia punya ganjaran berganda yang lebih baik Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Betul. Yang sempurna. Seorang ni bagi 10, kita jawab balik dengan 20 contohnya. Jadi dia akan berganda lah. Betul. Sebab prinsip dekat sini juga adalah you give, you get back more. Betul. Kan? Lepas tu kalau you jawab sampai 20 punya level, you bagi lagi 30 punya level. Jadi yang bagi pun dapat berkah, yang terima pun dapat berkah, dan jawab balik pun dapat berkah. So dia berganda-ganda. Main salam-salam je Ustaz. Betul. Kan? Tapi itulah memang macam dok katalah, sebab dia luar biasa, banyak orang yang kadangkala dia anggap tu perkara remit. Ataupun kalau tak kenal, dia tak nak jawab. Betul. Jadi jawab tu sambil lewa Ustaz. Betul. Hari punya zaman jawab bagi salam dan salam. Wah, kan? Of course lah, mungkin sebab typing panjang Ustaz kan? Saya faham lah. Tapi dia kalau dia typing pendek pun mulut dia kena sebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam tu sunat, yang menjawab tu kan wajib. Benar tu. Kan? Memulakan tu. Jadi sunat ni sunat. Maksudnya susah lah bagi salam tu. Ada satu kisah ni Ustaz, kalau saya boleh share. Ni kisah ni masa saya pergi Yaman kan, saya cerita hari. Ada satu kisah kat sana ni, ada satu orang ni. Dia seorang daripada keluarga satu Habib ni yang saya kenal. Dia ni tak nak datang Malaysia. Keluarga dia ajak datang Malaysia. Datang Indonesia, tapi dia tak nak. Akhirnya dia tak datang lah. Jadi dia tanya soalan, kenapa dia tak nak datang Malaysia? Kenapa tak nak datang? Tapi betul lah, akhirnya dia meninggal lah. Dia tak datang tu, tapi dia meninggal di sana. Dia tak nak datang sebab apa? Sebab dia kata, aku dekat sini setiap hari, aku dapat memberi salam dan bersalaman dengan 40 orang atau lebih. Nampak kecil tapi ganjaran dia. Kenapa nak bagi salam dan bersalaman? Kita tak boleh bersalaman lah PKP ni kan. Tapi nak cerita, dia bagi salam ni dapat bagi 40 orang dia kata. So dia tak pasti tempat lain dia dapat tak bagi 40 orang. 40 orang yang dia bila doa, dia sebenarnya doa kan memberi salam ni. Salam sejahtera atas kamu kan, Allah rahmati kamu, Allah berkati kamu kan. Dia kata itu doa, dan doa tu bila dia bagi kepada 40 orang, 40 orang ni kan wajib jawab. Betul. Jadi umpama dia dapat doa lah daripada orang. Betul, 40. 40 orang mendoakan dia. Faham tak konsep simple dia? Dia kata, adakah di Malaysia, Habib ni cerita sebenar ni, saya kenal Habib ni.
adakah di Malaysia, dia kata, kalau Ana ikut antum ni, cucu dia ni, datang Malaysia, adakah dapat aku jumpa 40 orang yang aku boleh bagi salam? Setiap hari, dia kata. Maksudnya, ambil berat dengan sunnah. Jadi yang cucu ni, boleh, kau boleh jamin tak aku boleh dapat 40 salam? Setiap hari. Cucu ni tak berani jamin? Betul. Kenapa dia tak berani jamin, Ustaz? Kata, macam mana anak nak jamin, dia kata. Kita pergi solat, dia kata. Orang dah subuh, contoh. Assalamualaikum, zoom. Semua dah hilang. Kan? Kita susah nak dapat 40 salam ketika solat subuh. Nah, sekarang tak ada solat subuh kat masjid lah kan? Allah kata, kau duduk rumah. Kau rumah, kau tanya dapat 40 orang. Lepas tu, dia fikir kalau dia duduk, Datuk dia ni kalau duduk kat rumah dia, jiran-jiran semua tak jumpa. Kan? Semua orang pun kerja. Betul. So dia tak boleh nak jamin Datuk dia dapat jumpa 40 orang untuk bagi salam dan terima balik salam tu. Dapat balik doa berkah tu tak dapat balik. Dia nak apa sebenarnya? Dia nak doa berkah tu. Betul. Bila dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tu doa balik kan? Betul. Dia nak orang tu doa tu. Wajib tu. Betul. Jadi dia nak 40 dia kata. Setiap hari 40 orang mesti doakan aku, dia kata. Kau boleh jamin? Tak boleh. Kalau tak boleh, aku tak nak ikut. Ini kisah sebenar. Betul. Last kali dia meninggal. Meninggal. Kat sana dia tak ambil. Dia tak nak ikut. Jadi saya fikir. Besar. The power of salam ni, Zain. Power of salam, betul. Orang doakan berkah tu, Zain. Kan? Orang doakan tau. Bukan senang hari ni nak jumpa orang doakan betul, kita. Betul. Eh, orang banyak maki, caci, maki lagi ada hari ni. Orang nak doa untuk diri sendiri pun. Doa diri sendiri pun tak sempat, Ustaz. Habis je, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zoom hilang. Tak sempat nak angkat, ya Allah. Kan? Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sorry, yang ni kayu ni tempat untuk saya urut-urut picit kaki, picit tangan. Ada kata kenapa buang kayu. Mana boleh saya tahulah. Jadi, angkat doa kan. Yang pendek tu, kunci doa tu. Betul. Bagi aku apa kebaikan dunia dan akhirat. Betul. Pun tak sempat, Ustaz. Hilang. Kadang tak sempat. Punya kedekutnya kita, sombongnya kita dengan Allah. Ustaz, saya selalu ditegur tu, Ustaz, dulu. Sombong kan dengan tu kan? Masa bila kau nak minta, bila kau dah teruk, dah masalah, kau nak sujud sampai bawah bumi kalau boleh. Sombong. Pada hari biasa, sombong. Ini saya pernah ditegur. Jadi, the power salam tu lah, simbolik dia. Sebab itu, dok, bila dok sebut macam tadi ambil berat, itu yang bila Nabi SAW kali pertama sampai Madinah, itu yang benda Nabi ajar mula-mula. Oh, yeah. Hadis daripada Abdullah bin Sabah sampai Madinah. Sebab Madinah ni dia sebenarnya tempat yang dia banyak pergaduhan. Orang dia tak ngam antara satu sama lain. Walaupun hanya ada dua kabilah, aja Aus dan Khazraj, tapi mereka ni dah berperang hampir lebih 120 tahun. Last kali perang yang terakhir. Tapi masa tu dia belum Muslim. Masa tu mereka belum Islam. Mereka jumpa Nabi lebih kurang 5 tahun selepas perang yang terakhir tu. Jadi mereka ni dah perang sampai 120 tahun dalam bandar Yathrib tu, yang tak kecil. Tak bertegur. Saling antara Aus dengan Khazraj ni. Sebab itu bila Nabi datang, apa yang Nabi buat, mula-mula Nabi ani afshus salam, sebarkan salam. Jadi sebenarnya daripada salam tu boleh datang tautan. Ada satu lagi sambungan salam tu kan, the power of senyum. Betul. Dua ni. Betul. Salam dan senyum. Betul. Hati-hatilah kita nak senyum pada siapa, yang kalau lelaki. Betul. Tapi nak cerita the power of senyum. The power of salam dengan senyum ni, dia ada kaitan dua-dua ni. Kalau kita faham konsep prinsip hidup, buku ni kan tentang hidup yang luar biasa. Betul. Ikut Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah buat. Untuk dibawa dalam hidup, dalam bisnes, dalam kehidupan. Betul. Bayangkan kalau kita hidup dalam, kalau kita meniaga. Contoh kita berniaga. Orang PM kita. Kita tunggu dia. Dia terus tanya harga. Ni berapa? Contoh. Nama ajar. Kan? Apa salahnya kita mula kat assalamualaikum. Sebelum dia tengah Azizan is typing tu, kita bagi salam dulu. Assalamualaikum. Kan? Anything yang kan? Dan jawab tu dalam bagi salam tu dengan yang senyum. Walaupun dia boleh tak nampak, dia boleh rasa. Betul. The vibration dia boleh rasa. Jadi kat situ juga menunjukkan terhadap apa yang Islam ajar tu, dibawa dalam kehidupan, di dalam kehidupan, di dalam perniagaan, di dalam keluarga. Indah. Benar tu. Kan? Dan sebenarnya semua orang mampu buat. Betul. Dan bagi salam tu sunat dan menjawab tu wajib kan? Betul. Jadi hari ni, contoh-contoh yang saya pernah lalui, saya lah, mungkin salah saya. Bila kita pernah experience bagi salam ke orang,
dia jawab yang 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 jawab sampai level tu satu bab. Yang tak jawab pun ada juga. Saya kata jawab salam tu dulu. Oh, waalaikumsalam. Jawab tu wajib. Betul tu. Kan? Betul. Kadang-kadang kita senyum dengan orang dalam dia. Apa senyum? Betul lah. Apa senyum? Macam tu. Kenapa? Kan? Senyum pun dah tak boleh. Bukan, bukan dia perempuan, lelaki. Kan? Jadi, jadi memang indahnya kalau semua orang faham kita Muslim, kita sama-sama orang Islam, kan? Bagi salam, senyum. Sebab dia akan bagi you. Jadi balik pada cerita Datuk dia tadi, kenapa dia nak 40 orang? Ustaz? Doa 40 orang. Kan doa 40 orang kan dikatakan kalau ada 40 orang mendoakan kita ni mustajab. Mustajab. Kan? Bilangan 40 orang. Betul. Sebab tu dia nak 40 tu. Masya-Allah. Ha. Dan dia amal dengan tu sahaja. Dengan tu sunnah. Dia kata aku kalau beramal belum tentu aku boleh dapat macam ni. Betul. Kalau 40 orang aku bagi salam dia jawab aku balik. Aku boleh dapat makbul doa. Dan kata asal saya dia sebut juga, dia kata dapat pengampunan dosa macam tu lah. Wallahualam. Interesting kan? Betul.